السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر المستهل كالعادة بالعالم. رئيس الحكومة في جلسة حوار مع المركزية النقابية الأربع الأكثر تمثيلية لتجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، أبرز الخلاصات تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع. عقب جلسة الحوار هذه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الحكومة عازمة على تجميد النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع وتجويده من خلال تعديلات ستمكن نساء ورجال التعليم من تحسين دخلهم. مناهضة العنف ضد النساء موضوع يستوقف الزميل عبد الحفيظ النور في حديثه الليلة في السياسة. ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، تروم التحسيس بأهمية اللقاح ضد هذا الفيروس وتسعى للحد من مخاطره ومضاعفاته. أهلا بكم. تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع، تلكم أبرز خلاصات الاجتماع الذي دعا له رئيس الحكومة اليوم، دعا له المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية. الاجتماع ناقش حيثيات الأزمة التي يعيشها قطاع التربية والتعليم، وعلى ضوء ذلك قرر عزيز أخنوش تجميد النظام الأساسي الذي شكل محط جدل بين موظفي القطاع والوزارة، فيما تعهدت الحكومة بتجويده في أجل أقصاه منتصف يناير المقبل. وممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 من يناير 2023 أكدوا أن الاجتماع مع رئيس الحكومة جرى في أجواء إيجابية، مثمنين التفاعل مع المطالب التي تقدموا بها لأجل تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم. نتابع مقتطفات من تصريحات ممثلي النقابات الأربع التي شاركت في جلسة الحوار. كان يعني النقاش أساسي حول هذا النظام الأساسي اللي رفضته الشغيلة وطالبنا بالتجميد ديالو. فعلا الحكومة استجبت لهذا المطلب ديال التجميد فوق تعديل جميع البنود ديالو. أيضا طالبنا بواحد الشكل كبير تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور ديالهم. وفعلا لمسنا عند الحكومة هذه الإرادة ديال تحسين الدخل وديال تحسين الاوضاع الماديه ديال الموظفات وموظفي التربيه الوطنيه. هذه من الشروط الاساسيه اللي طرحناها. كان مطلب اساسي هو ايقاف هذه القضيه ديال الاقتطاعات، وكان فيها نقاش كبير، ولكن الاشكال هو قانوني ومسطري على اعتبار انه اليوم في اواخر الشهر ديال نوفمبر، وقالوا لنا بانه الاجراءات مشات، ولكن كان وعد من عند رئيس الحكومه ديال ايقاف كل الاقتطاعات المواليه اللي غادي تجي. هذه اشاره اللي سجلناها وتمناها. كاين لقاء مقبل يوم الخميس ان شاء الله باش تتائم اللجنه مع النقابات للمراجعه والتعديل ديال البنود ديال النظام الاساسي، وايضا المناقشه ديال الزياده في الاجور. اذا هذا اللقاء كان ايجابي، عبرنا فيه على مواقفنا بكل جراه بانه الوضع مأزوم وهذا خصو فيه اراده سياسيه لمسناها عند رئاسه الحكومه. واليوم كنتظروا يوم الخميس المقبل يعني يكون لقاء لحل حاله اولا هذه الاشكاليات اللي كاينه، ونتكلموا على مجموعه ديال الملفات العالقه اللي كتهم الشغيله، لانه في الجامعه الوطنيه للتعليم الاتحاد المغربي للشغل انه كنسجلوا بانه وصلنا لاتفاق مع الحكومه على هذه النقاط، لقينا واحد التجاوب فعلي واستجابه لهذه المطالب اللي كتلامس الاوضاع ديال النساء والرجال. كان الاجتماع في الواقع في اجواء ايجابيه. اليوم تم الاتفاق، اهم شيء هو انه اتفقنا على تجميد النظام الاساسي الجديد لموظفي وموظفات وزاره التربيه الوطنيه، وهذه اعتبرنا بانها خطوه ايجابيه جدا، وغتفتح الافاق لانه نناقشوا كل المواد ديال النظام الاساسي ونقوموا بالتعديل ديالها والمراجعه الشامله ديالها بما يستجيب للمطالب ديال النساء ورجال التعليم، بما فيها موضوع ديال تحسين الدخل من خلال زيادة في الأجور لفائدة النساء ورجال التعليم. طبعا كيف ما كاين في مجموعة من الحوارات القطاعية اللي كان عندها أثر مادي على النساء ورجال التعليم، وطبعا مراجعة كذلك كل المواد اللي فيها ملاحظات، لا فيما يتعلق بالمهام، بالعقوبات، بكل القضايا، وكذلك الملفات الفئوية، مجموعة من الملفات الفئوية اللي مازال مطروحة للنقاش. الأهم كذلك هو أنه كاين أفق زمني واضح، أقصى تقدير هو 15 يناير
خصنا نكونوا انتهينا، وممكن الا درنا يعني مجهود ممكن ينتهيوا قبل، ويكون عندنا انا ذاك يعني نظام اساسي اللي يعني يستجيب لكل المطالب ديال النساء ورجال التعليم. كنعتبروا بانه اليوم هذه خطوه ايجابيه، واكيد بانه العمل خصو يكون عمل مكثف في اطار اللجنه باراده اللي تكون اراده ديال الجميع، ديال النساء ورجال التعليم، ديال الحكومه، ديال التعبيرات ديال النساء ورجال التعليم، من اجل انه لقاو حل هذا الاشكال. لان ما يهمنا في نهايه المطاف هو الاصلاح ديال المنظومه، وفي قلبها اكيد المصالح ديال النساء ورجال التعليم، وكذلك المصلحه ديال التلميذ وديال ديال ديال المدرسه العموميه، انه نرقاو بها الجوده اللي كنطمحوا لها جميعا. الحكومه في شخص السيد رئيس الحكومه بالموافقه على النقاط الاربع التي تقدمت بها النقابات التعليميه، وفي اهم هذه النقط تجميد النظام الاساسي الذي اثار المشكل، وبالتالي نكون قد حققنا كنقابات تعليميه اهم مطلب بموافقه رئيس الحكومه، وباقي النقاط المرتبطه بتعديل هذا النظام الاساسي في افق اقصاه 15 يناير، وايضا تحسين دخل كل موظفات وموظفي وزاره التربيه الوطنيه، وايضا ايقاف الاجراءات بما فيها الاجراءات الاداريه والاقتطاعات. نعتقد جازمين بانها خطوه ايجابيه من طرف السيد رئيس الحكومه من اجل فك الاحتقان، وايضا مواصله باقي النقاط التعديليه في افق الحل النهائي، ونعتبرها بادره من اجل استتباب السلم التربوي داخل القطاع في الايام القليله المقبله. اجتماع اليوم كان اجتماع مهم، تم فيه التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمنا بها منذ اللقاء الاول مع السيد رئيس الحكومه، وعلى راسها تجميد النظام الاساسي واعاده النظر في التعويضات وتحسين الاجر، وكذا مواصله الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقيات التي نعتبرها مهمه، وعلى راسها اعاده النظر كذلك في الاقتطاع من اجور المضربات والمضربين. ومباشرة بعد هذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، مبرزا أنه سيتم في القادم من الأيام تجويد هذا النظام من خلال تعديلات ستمكن النساء ورجال التعليم من تحسين دخلهم. أخ النوش وضع سقفا زمنيا لهذا الهدف أقصاه منتصف يناير المقبل. ريبورتاج محمد بوبكر وأسامة غرامي. هي أولى خطوات نزع فتيل الاحتقان. بعد ساعتين من الحوار والنقاش، الحكومة تقرر تجميد العمل بالنظام الأساسي إلى حين إنهاء التقاطعات القائمة بشأنها والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. خلال الاجتماع تم الاتفاق كذلك على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في منظومة التعليم. غادي يتم أولاً تجميد ديال يعني النظام الأساسي ديال التعليم، باش إن شاء الله كذلك تكون فيه واحد إمكانية ديال التحسين ديال الدخل. الحكومة قررت كذلك إيقاف الاقتطاع من أجور النساء ورجال التعليم المضربين عن العمل ابتداء من الشهر المقبل، غير أن اقتطاعات الشهر الجاري ستدخل حيز التطبيق بشكل فعلي. اقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني إدارية، وصلت لأنه الاقتطاع كاين ولصالي غادي يخرجوا من هنا يومين، ويعني من الصعب أنه بالنسبة لهذيك الشهور الأولى اللي كانت نرجعوا على الاقتطاعات، ولكن اقترحنا عليهم أنه يعني الإضرابات الكبيرة هي هذه اللي جات من بعد اللي غادي تكون يعني في الشهر المقبل، انه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لا كوميسيون اللي غادي يشتغلوا باش يحاولوا ان شاء الله نخففوا من هذا الشيء ولا نتجاوزوه في المستقبل. رئيس الحكومه ابرز انه جرى التجاوب مع العديد من المطالب، كما شدد على ضروره الرجوع الى الاقسام. وهذا طلب ملح، انه لابد انه الى غادي نبداو نتناقشوا غادي نبداو نتحاوروا غادي نلقاو الحلول، انه ولادنا ما يضيعوش، بان يعني الكل خصو يرجع للاقسام ديالو، لان حنا دخلنا في واحد الديناميه ايجابيه، وهذه الديناميه الايجابيه خاصها تكون كذلك في الرجوع الى الاقسام. رئيس الحكومه اكد ان العمل مع النقابات سيكون بوتيره عقد اجتماعين في كل اسبوع للانتهاء من كل الملفات منتصف يناير المقبل. واصلاح المنظومه الصحيه ومكتسباتها وتحديات اوراشها
كانت موضوعا جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب. خلالها استعرض عزيز أخنوش رئيس الحكومة التدابير المتخذة لتأهيل العرض الصحي وتقريب خدماته من المواطن والرفع من الموارد البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية، بحيث تم الرفع بهذا الخصوص من الميزانية المخصصة للوزارة ب 55%. مريم أملال وهدى جديد. 30,949,000,000 درهم الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المالية المقبلة من أجل مواصلة تنزيل الأوراش الصحية الهيكلية، يقول رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، ولإنجاح ورش الحماية الاجتماعية تصورات شمولية وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات أساسية. أولاً، اعتماد حكامة ناجعة للقطاع. ثانياً، تتمين العنصر البشري. ثالثاً، تأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي. ثم رابعاً، رقمنة المنظومة الصحية الوطنية على المستوى الوطنية. في زمن قياسي استطاعت الحكومة بكل مكوناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرف الوطنية والدولية. نواب الأمة من فرق المعارضة أو الأغلبية، أسئلتهم وتعقيباتهم انصبت على توسيع الخريطة الصحية وتطوير المستشفى العمومي بتعزيز الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضمان الولوج العادل للخدمات الصحية وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية لضمان السيادة الصحية. تطبيق العدالة المجالية ما بين المجال القروي والمجال الحضاري، بحيث وأن واحد نسبة كبيرة ديال الأطباء هم كيشتغلوا بالمجال الحضاري. تكلمنا على السياسة الدوائية، وخاصة بأن مجموعة من الأدوية اللي كتعرف واحد الثمن اللي هو باهظ، ترنا انتباه لأنه إعادة النظر في المعايير المحددة للعتبة لكي يليج جميع المغارب المحتاجين بعدالة للمرافق الصحية وبالتغطية الاجتماعية بصفة عامة. مكتسبات ورهانات، إكراهات وتحديات، كلها تدور في فلك توفير خدمة صحية تليق بالمغاربة، والمناطق المتضررة من زلزال الحوز كان لها نصيب منها في لتعزيز العرض الصحي بهذه المناطق وتأهيل ما تضرر من مرافق صحية. 1,300,000,000 درهم ستخصص لهذه الغاية. الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات انطلقت اليوم في نسختها 21. هذه المبادرة التي تطلقها وزارة الأسرة والتضامن تسعى إلى تعبئة مجتمعية للحد من خطورة هذه الظاهرة. نادي أحتا ومصطفى السعدوني. عديدة هي حالات النساء ضحايا العنف اللواتي تتوافدن على مراكز الاستماع، كما هو الحال هنا بفيدرالية رابطة حقوق النساء. هذه السيدة وهي أم لطفلتين تتعرض للعنف من طرف زوجها، عنف نفسي وآخر اقتصادي. معذبني ومعذب دوك جوج بنات، ما عايشينش في استقرار، عايشين في حرب، عايشين في رعب، عايشين في خوف، ما كنعسوش بحال الناس، ما كنمرتاحينش في عيشتنا. ما لا زال العنف جاثما على صدور النساء وما زال في تزايد مخيف، يعني تعدى العنف الجسدي والنفسي الى تقتيل احيانا النساء، وذلك ما نتابعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرات عديده. ولاثاره الوعي حول ضروره توفير الحمايه للنساء من كل اشكال العنف، اعطيت انطلاقه الحمله الوطنيه لوقف العنف تحت شعار من اجل بيئه تحمي النساء والفتيات من العنف. المقاربه الزجريه، وهذا مهم جدا أن يعلم الجميع بأن العنف ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون، فهذا ضروري أننا نأكد عليه وأن تكون متابعة ديال المعتدين على النساء. تفشي ظاهرة العنف الأسري وظهور يعني أشكال أخرى من العنف، على رأسها العنف الرقمي اللي حاليا حسب الإحصاءات الأخيرة كيخص 38% من النساء في المجموع. بلغة الأرقام، نسبة العنف في صفوف النساء تجاوزت 50% حسب التقرير الذي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019. عنف نفسي، جسدي واقتصادي.
ومناهضة العنف ضد النساء موضوع يستوقف الزميل عبد الحفيظ المنور في حديثه الليلة في السياسة. عبد الحفيظ مرحبا بك. أهلا وسهلا زكريا. إذن كما يشاهدنا يعني المشاهدون نرتدي هذه الشارة البرتقالية أنا وأنت طبعا في إطار يعني الأسبوع أو أسبوع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء. في أي سياق تأتي هذه الحملة؟ نعم زكريا هما أسبوعان، فاليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة من أجل التوعية بمخاطر هذه الآفة وبتداعياتها على المجتمعات، هي فرصة كذلك لتسليط الضوء على الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي لها. الأمم المتحدة تقود ومنذ 2008 حملة 16 يوما ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. هذه السنة المبادرة تحت شعار اتحدوا استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات. هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقدر أن 736 مليون امرأة أو واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للعنف الجسدي والجنسي من شريكهن أو العنف الجنسي والجسدي من شخص آخر أو الاثنين معا مرة واحدة على الأقل في حياتهن. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد أعرب أمام مجلس الأمن أكتوبر الماضي عن استيائه إزاء وضعية المرأة في جميع أنحاء العالم، داعيا الجميع إلى تعزيز الاستثمارات في الوقاية ودعم المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة ودعم الناشطين وتسليط الضوء على الدور الرئيسي للمرأة في جميع مراحل اتخاذ القرار. زكريا، ماذا بالحفيظ عن جهود مكافحة العنف ضد النساء هذه المرة على الصعيد الوطني؟ نعم، وكما جاء في الروبورتاج هناك جهود كبيرة وحثيثة، فالمغرب انخرط في مناهضة العنف ضد النساء منذ تسعينيات القرن الماضي، ولعل أبرز قانون في هذا السياق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، وهو محطة هامة في مسار النهوض بأوضاع المرأة. هناك أيضا إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي رأى النور قبل 10 سنوات باعتباره آلية وطنية لرصد مختلف أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة. من بين الآليات أيضا هناك برنامج جسر الذي أحدثته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاضنة اجتماعية بمراكز التكفل بالنسبة لضحايا العنف من أجل مواكبة النساء في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. هي جهود توجت بإطلاق جلالة الملك محمد السادس للورش الإصلاحي المتعلق بقضايا النساء في خطاب العرش للسنة الماضية، ورسالة الملكية الأخيرة إلى رئيس الحكومة التي تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة بما يضمن بطبيعة الحال حقوق المرأة، إذ لا يتعلق الأمر بمنحها امتيازات مجانية وإنما بإعطائها حقوقها الكاملة القانونية والشرعية كما يقول جلالة الملك زكريا. شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ، واللقاء يتجدد بك في فرصة مقبلة بحول الله. بحول الله. خارج الحدود تم تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين وفق ما أعلنت قطر التي لعبت دور الوسيط إلى جانب مصر في هدنة استمرت 4 أيام وانتهت اليوم. إلى ذلك رحب البيت الأبيض بتمديد الهدنة الإنسانية التي تضمنت إيقاف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين، وكذا السماح بدخول مساعدات إنسانية ومواد حيوية للقطاع المحاصر. والأنظار تترقب ما يجري في هولندا بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث بدت المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحاكم تتجه إلى الطريق المسدود على خلفية اتهامات بالفساد لمسؤولين كبار في حزب الحرية. وكان زعيم هذا الحزب جيرت فيلدرز قد توعد بتشكيل حكومة مع أحزاب أخرى بعد فوزه على نحو مفاجئ في الانتخابات الأخيرة، وذلك بحصوله على 37 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب. المسائية مستمرة على القناة الثانية، تتابعون فيها بعد قليل. متوجا بلقب البطولة العربية المدرسية عاد المنتخب الوطني لكرة القدم إناث إلى أرض الوطن بعد تفوقه في هذه المنافسات التي أجريت بالقاهرة.
وفي مبادرة صديقة للبيئة، مجموعة من الفنانين وبدعم من فعاليات المجتمع المدني قاموا برسم جداريات زينت مجموعة من أحياء مدينة العلو. قبل ذلك، حملة وطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طيلة هذا الموسم، حملة ترم التحسيس بأهمية اللقاح ضد هذا الفيروس وتسعى إلى التقليل من مخاطره ومضاعفاته، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى التي يسببها. ريبورتاج إز الشرقي محمد شحيمة من مراكش، والتحرير للحسن هبان. تزامنا مع بداية فصل الشتاء الذي يعرف حركية وانتشارا للفيروسات، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذه الفترة من كل سنة الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية. النساء الحوامل على وجه الخصوص الأشد تعرضا لخطر ظهور مضاعفات الأنفلونزا، لذلك وزارة الصحة أطلقت هذا التلقيح المناسب. وتعد الأنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء. أنا امرأة حاملة، ودابا بالنسبة لفصل الشتاء أنا خايفة على البيبي ديالي واش يقيسوا أرواح، دونك جيت هنايا باش ندير الفاكسان ديالي باش نحمي راسي ونحمي حتى الطفل ديالي. كيساهم بزاف باش ننقصوا من الفيروس ومن الحالات ديال البرد اللي كيتعرضوا ليها العيالات الحاملين في الفترة ديال البرد. الحمد لله داز مزيان، الاستقبال مزيان. وتؤكد وزارة الصحة على الأهمية القصوى لهذا اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، خاصة لدى الأطفال أقل من 5 سنوات وكذا كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون أمراض مزمنة. ومدينة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان أصبحت تتوفر على مركز استقبال ومواكبة للأشخاص في وضعية إعاقة. المشروع أنجز بغلاف مالي ناهز 1,300,000 درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. عدد المستفيدين من خدمات المركز الذي افتتح قبل شهر بلغ 80 مستفيدا. أسامة أفقر بعدسة دريس الكون. وسط مدينة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان، فتح مركز استقبال وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة بابه أمام المستفيدين. هذا المشروع الذي أنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يهدف إلى تقديم خدمات تربوية وشبه طبية وتأهيلية وتكوينية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. المركز مخير، من نهار الأول كيديهم الميسو، كيديهم الفاش، كيديهم الآخر. من ضمن الخدمات التي يقدمها هذا المركز إلى الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة هي حصص الترويض الطبي والترويض النفسي الحركي. جميع الحصص تقدم بشكل مجاني إلى جميع المستفيدين. بالنسبة للأطفال اللي ديجا كيجيو على أساس تكوين في المقر مع التربية الخاصة، كنخدموا معهم بريسك كوتيديان. بالنسبة لزكستر، لأن كاينين أطفال اللي ما جالسينش في المقر، دونك كيجيبوهم والديهم وكيوليو يردوهم، كنحاولوا أن نديرهم نهار نهار لا. كون مركز كأول مركز في إيموزار مرموشة للخدمات الطبية وشبه الطبية لوضعيات إعاقة، كيستافدوا منه الأطفال في 80 طفل. المركز ديالنا كيقدم خدمات طبية وشبه طبية، منها الترويض، منها الحركي النفسي، منها العلاج الوظيفي. تربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مشاريع تربوية فردية وبرامج تأهيلية هادفة هدف من بين أهداف إنشائه، إضافة إلى تشجيع وتيسير انتقال الأطفال في وضعية إعاقة من المؤسسة المتخصصة إلى المؤسسة التعليمية العمومية. رياضيا، عاد المنتخب الوطني المدرسي لكرة القدم إناث إلى أرض الوطن حاملا لقب البطولة العربية المدرسية التي أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة. تتويج يأتي بعد التفوق في المسابقة التي عرفت مشاركة 5 بلدان عربية. روبورتاج محمد القردة، محمد نجيب، والمتابعة لطارق غانم. عدنا بالكأس ويستقبلنا بالورود. المنتخب الوطني المغربي المدرسي لكرة القدم إناث يعود إلى أرض الوطن بلقب البطولة العربية المدرسية التي أقيمت في مصر.
لاعبات المنتخب الوطني حصدن اللقب العربي عن جدارة واستحقاق بعد التفوق البين على منتخبات الجزائر ومصر ولبنان. أصعب فرقة كانت عندنا هي مصر، لعبنا ضدها والحمد لله تفوقنا عليها ولعبنا مزيان الحمد لله. كنبغي نشكر البنات اللي تقاتلوا على هذه الكومبيتيسيون. صورة وذكرى للاعبات المنتخب الوطني المدرسي بعد سيطرتهن على التظاهرة الرياضية. اللقب العربي ثمرة مجهودات كثيرة. كانت الإرادة، كان لسفخي ديكيب، وكان لزنكوراجمون تاع الناس المسؤولين، جميع الملكية لكرة القدم، المسؤولية تاع دراسة ورياضة، الجامعة المدرسية لكرة القدم، وبالتالي كنا درنا كاع اللي في جهدنا باش أننا نحقوا هذه البطولة ونهديوا المغرب هذا اللقب العربي. الرياضة المدرسية المغربية تتفوق ليس عربيا فقط وإنما قاريا ودوليا، والرهان على مواصلة التألق والتوهج. مباشرة من مكتبنا برباط ينضم إلينا عبد السلام ميلي، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. مساء الخير سيدي. إذن كيفاش مرات يعني أجواء هذه المنافسات العربية عموما، وكيفاش تلقيتوا كيف ما تلقت أسرة التربية والتكوين عموما فوز الفريق الوطني المدرسي لكرة القدم لكن إناث هذه المرة؟ هي تماما، هي كان المسابقة أو البطولة نظمت من طرف الاتحاد العربي للرياضة المدرسية، والمملكة المغربية شاركت بهذه الفروق سواء إناث وذكور، وكان الفوز للإناث حيث التلميذات يعني في المباراة اللي كان واجهوها يعني واجهوها بشكل أنهم انتصروا فيها كاملين، هو اللي عطاهم الامتياز وأصبحوا يعني البطلات العربيات ديال كرة القدم الرياضة المدرسية، علما بأن التلميذات أنهم تم انتقاؤهم سواء من إطار البطولات المحلية اللي كتنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك أنهم يتابعون دراستهم مسالك رياضة ودراسة اللي كتخليهم أنهم يمارسوا كرة القدم بالتدريب ديالهم بواحد الشكل جدي ويعني مستمر، وتعيشوا المنافسات الرياضية أكثر من الآخرين، علما أن الإناث هما كانوا بطلات إفريقيا السنة المواسم السابقة. وفعلا هذا المسلك رياضة ودراسة اللي تم إحداثه في إطار الشراكة اللي توقعت قدم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، فكانت في اتفاقية اللي كانت فيها كذلك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي دات الدعم الكبير باش أن وصلوا التلميذات لهذا المستوى، وبالتالي حتى أن الأطر سواء الأطر الإدارية ولا المدرسين ولا التقنيين ساهموا يعني كان مركب ساهم في واحد المجموعه ديال الفعاليات. نعم. اليوم شنو هي اليوم الاجراءات اللي كتاخذها الوزاره ديالكم؟ طبعا والوزاره تقريبا لاول مره غتجمع ما بين يعني التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه من اجل تعزيز الرياضه المدرسيه اللي اليوم كل شيء كيعرف بانها ولات واحد المشتال حقيقي لاكتشاف المواهب الرياضيه مبكرا. فالرياضه المدرسيه لها هدفين، الهدف الاول هو ان تكوين شخصيات ديال المتعلم او المتعلمه يعني من ناحيه سيكولوجيه صحيه الى غير ذلك، وكذلك مشتل للابطال، وتجميع الوزارتين يعني في قطاع واحد او وزاره واحده مكنت على ان اولا الاستفاده من الاطر بين المتواجده في القطاع، وكذلك الفضاءات، وكذلك يعني الخبرات ما بين الجامعات سواء الوزارة التربية الوطنية أو الجامعات الرياضية. فأي منافسة أو بطولة مدرسية وإلا يكون حضور ديال التقنيين وخبراء ديال الجامعات هما التي يتبعوا هاد التلميذات أو التلاميذ من أجل انتقائهم ووجههم المسارات الصحيحة سواء رياضة ودراسة أو للنوادي، وتكون دائما عمل مشترك. شكرا جزيلا لكم سي عبد السلام ميليرا، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهنيئا مرة أخرى بهذه المناسبة للفريق الوطني إناث لكرة القدم على هذا الفوز المستحق.
عبر بوابة الفن اختار تشكيليون بعث رسائل التحسيس للاهتمام بالبيئة والتربية على الحس الجمالي للمحيط، مبادرة عرفتها مدينة العيون من خلال إقدام مجموعة من الفنانين بدعم من فعالية المجتمع المدني على رسم جداريات زينت مجموعة من أحياء المدينة، كما سنتابع في ربورتاج يوسف ويشو وزهير هنان. رتوشات قليلة تفصل هذين الفنانين التشكيليين من إتمام رسم هاته الجدارية بعد 3 أيام متواصلة من الاشتغال ليكتشف المرة هاته اللوحة الجميلة هنا بحي 84 بالعيون. الشيء اللي هو كإبداع وكإحساس كنخرجوا فيه الطاقة ديالنا باش كنوصلوا للوحة ديالنا والميساج ديالنا بأن راه الفن كيغير المنظر الجميل ديال المدينة وكيعطي رونق جميل. هذه بادرة طيبة وزينة للسكان 84، كنا نتخطاو من هذا الحي، كان يعني حي عادي، دركت هي الحمد لله عدنا نتخطاو ونجبروا صور كتعبر على التراث الحساني. المبادرة تسعى إلى جعل الفن في خدمة التربية على الاعتناء بالجانب البيئي والجمال المحيط، فضلا عن إبراز الموروث الثقافي المحلي. ارتئينا أنه من خلال هذه الجداريات هذه اللي كنقوموا بها أنها كتبرز أكثر الشغف ديالنا بهذا الحب ديال الفن، وطبعا هذا كله كيصب في الجمالية ديال الشارع العام. درنا هذا أول يعني أول جدارية اللي هي كتمثل يعني الصحراء وكتمثل يعني تقاليد وعاداتنا ويعني وشي يعني مبعوث من التاريخ الاول، يعني باش نعودوا احنا وتركتنا في بلاد زين وتعود ساكنه في يعني ساكنه في بلاد زين. هو نشاط فني بابعاد تحسيسيه ستتواصل فصوله عبر عده احياء. في ختام المسائيه اليكم تذكيرا باهم ما جاء فيها. رئيس الحكومة في جلسة حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، أبرز الخلاصات تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير في أمان الله.